وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. وكان نفسي عيش في الخير وابعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، ان في حياتي اعيش ولا تلاقي لي بره. جايز اكون غلطان وجايز لقيت الحل، ان في حياتي اعيش ولا تلاقي عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وانا مضطر. كان نفسي بتوشر، مع ناس لاليا كتير ولا حست فيهم بالمر. محكوم علي عيش مع ناس بتوشر، مع ناس لاليا كتير ولا حست فيهم بالمر. أنا عارف إنك تعبت من التحقيق أنت وأمينة. هي خلاص روحت. اقبل اعتذاري، بس ده شغلي ولازم أعمله علشان أتأكد من براءتي. أتأكد يا باشا، وإلا ما كنتش هسمح إنك تشرب سيجارة قدامي يا ديبو. ديبو، أنا كنت خلاص قربت أنسى الكلمة دي. يا راجل، ده هم كلهم 24 ساعة قعدتهم هنا يعني. الحمد لله انها خلصت لحد كده، الحمد لله. مش عايز تقول لي حاجة؟ أقول لساعتك، ساعتك سألتني في كل حاجة. مش حاجة. رقمي معاك، هما هيحاولوا يوصلوا لك أو يتكلموا معاك. أي حاجة تحصل لازم تبلغني بيها فورا. أكيد، أكيد يا باشا. مع السلامة. مع السلامة.
دياب بيقول لك قعدوا يحققوا مع اكتر من 20 ساعه. وعمك ياسين بيقول لك كان بيعط. ظلمنا الجدع ده، كانش عارف يصلب طول لما شفته. اهو هتلاقيه دلوقتي في سبع نومه من التعب. لقينا واحد، المصيبه بقى في التاني مش لاقي له سكه ده كمان. بس عايز اقول لك ان انا اللي غلطان. ليه يا اخويا؟ كان لازم اخلي نسخه من الفيديو ده، كانت هتنفع في وقت الزنقه. طب تعمل ايه اللي يجيب لك نسخه تاني؟ اعمل ايه؟ على الحرام اللي عامل له تمثال. ماشي، تبقى عامل لي تمثال بقى. عامل لك تمثال؟ بتتكلم بجد يا ولا بتهرج؟ وانما معايا نسخه عملتها من وراكم لليلة. طب هي فين؟ معايا. بس انت هتعملوا بيها ايه يعني؟ يا عم مالكش فيه، هي فين؟ موجوده. ممكن اعمل لي نسخه واديها لك؟ يا عم اعمل 100 نسخه بس، تعالى هاتها. قوم يلا قوم اتحرك. يلا نورت ورشتك يا احمد يا حبيبي. منوره بوجودك يا عم جبر. قعده البيت وحشه يا ابني، بتكبر الراجل فوق سنه سن، وانت يا ابني لسه في عز شبابك. اما ابوك بقى يلا في حسن الختام. ما تقولش كده يا عم جبر، ربنا يديك الصحه طول العمر. دي الحقيقه يا احمد يا ابني، انا المرض هدني. ويعز عليا يا ابني ان انا اشوفك كده. انا عايزك يا ابني ترجع زي الاول، تنزل ورشتك تشتغل فيها وتكبرها. ده مالك يا احمد؟ وانسى يا ابني اللي فات، ده قدر ربنا. ونعم بالله يا حاج، انا يا ابني مش طالب منك كتير، انا عايزك بس كل يوم تنزل الورشه تشقر عليها وتبص على الصناعيه. حاضر يا حاج، حاضر. كل اللي انت عايزه هيحصل ان شاء الله. ريح انت نفسك بس. شوفهم يا ابني بيعملوا ايه. حاضر حاج، حاضر. يا ابني لين نفسك كده وانزل شوف. انت يا شوقي وريني بتعمل ايه؟ صباح الفل. صباح الفل يا رب. دي فيلا فريده الوكيل؟ اه هي دي الفيلا. طب انا كنت عايز اقابلها بعد اذنك. لا ما عندناش امر ان في حد جاي لسياده الوزيره النهارده، فانت ممكن تروح لها الوزاره. طب اسمك كريم ايه؟ اسمي عثمان. بص يا عز، السداد اديهالها وتقول لها جاي من طرف ميم الراي. ميم مين؟ ميم الراي. اوعى تنسى. لا مش هنسى. شكرا يا عسل. ماشي يا رب. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. صحيت يا ديبو؟ ايوه ما صحيت. صح النوم على بدنك يا دناي. مش هتقول لي ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ لا ما عارف اقول لك ايه. ساعه ما سافرت وجيت وانا كل يوم بتعلم حاجه جديده. مره تاخدني بالراحه ومره تخبطني خبط. امبارح يا اما كنت في حدوته كبيره قوي، كنت في مكان قليل قوي لما ارجع منه سليم، بس الحمد لله ربنا ستر. احكي احكي يا دناي وارمي حمولك عليا وما تخافش. ده انا حمالة قاسية يا حبيبي طول عمرك يا اما، بس انا يعني مش عايز ادوش دماغك. ادعي لي يا اما، ادعي لي. مشكلة الناس في الشارع والبرلمان انهم فاكرين الحكومة دي زي مصباح على ايدينا السحر. اول ما تمسح عليه المفروض يطلع لك الوزير ويحقق لهم كل طلباتهم كده في غمضة عين. ناس نامت كتير وفجأة صحيت، فجأة كل واحد عايز حقه. تفتكر ان احنا هنقدر نحقق كل طلباتهم يا جنرال؟ والله ده حسب الامكانيات واللي تحت ايديكم، والاهم من ده كله الرغبه في تحقيق الطلبات والرغبات. الرغبه؟ امال انت ليه بقى ما بتحققليش رغباتي وطلباتي مع انك بتاخد اللي بتطلبه؟ ايه؟ افهم من كده انك بطلت تحميني خلاص؟ معناته ايه الكلام ده؟ معناته ده رايق ويوسف رجالتك اللي انا بدفع لك عشان تحميني بيهم مش عشان تسلطهم عليا. هما اللي فهموكي كده؟ مش مهم تعرف هما فهموني ايه،
ولا مهم تعرف ايه اللي بيني وبينهم، ما يخصكش وياك تتعرض لهم. انا بس في حاجه مهمه كنت عايزه افهمها لك، لانه واضح انك كبرت وشخت وعجزت وخرفت وامراض الشيخوخه ظهرت عليك، ومبقتش تفهم خطورة الشغل اللي بتتكلف بيه. مصيبة مصيبة. ايه الكلام الجامد ده؟ تعرفي تعرفي ان طعم الإهانة طالع من شفايفك؟ ليه طعمه مختلف خالص. على فكرة أنا مقدر اللي أنت فيه. بعد ما وصل لك السي دي كنت أتخيل الناس وهي بتتفرج بتشوف معالي الوزيرة وهي في أوضة نومها هريانة. تعرف إنه ده حصل؟ مش فريدة الوكيل بس هي اللي هتتعرف، أنت كمان وكل فسادك وشغلك هيتعرى وتتفضح. اوعى تفتكر انا معرفش انت بتتعامل مع مين وفي ايه. لا، كل ملفتك تحت ايديا، وطعم الاهانه ان انت بتقول انك ما حسيتش بيه قبل كده هتفضل تحس بيه طول عمرك، ده لو لسه في عمرك بقيه يا جنرال. على فكرة الجنرال ده لقب مش رتبة. الناس أطلقوه عليا من الطريقة اللي بسحق بيها أعدائي، وانتي أتفه من إن أنا حربك. خسارة الوش الجميل ده لما يتبهدل. ما تصلي على النبي يا عم يوسف، ما انت بتقول محضر اتقطع ونائب المأمور رضاك، اللي اتعامل معاك ده ما بتعملش مع ابن وزير، في ايه تاني؟ في اللي جاي يا ميمي. يا عم اللي جاي احلى ان شاء الله. بتضحك على مين؟ عليا ولا على نفسك؟ هو انت لو ما كنتش لويت دراع الوليه دي وخليتها تخرجني بالعافيه، ما كان زماني مرمي جوه زي الكلب. يا عم انت زعلان ليه؟ ما انت خرجت وقعد معايا زي الفل. يا عمي يا عمي ملعوب اتعامل فينا وعرفنا نتعامل معاه. اديك قلتها، ملعوب. ملعوب ده بقى جاي من مين المرة دي؟ الجنرال؟ ولا من سعيد؟ ولا من الدحشوري؟ ده حتى الواد الهفق اللي اسمه أمجد واقف بيشهد عليا النهارده زي الأسد، مسنود ابن الكلب. بهوقت مننا قوي يا ميمي. فتحنا على نفسنا 100 باب. ما بقيناش عارفين الضربة جاية لنا من مين. يا يوسف ما تخليش دماغك تلق زي البيضة وتدخل القديم في الجديد. قفل كل البيبان. وسيب اللي جاي ما تفكرش فيه، وده اللي احنا اتفقنا عليه من الاول. تفتكر الجنرال هو اللي عملها؟ اكيد لا طبعا. يا ابني الجنرال ده برنس من الناس الكبار. ما دام الكبار بيعملوا كده يبقى الصغيرين هيحصل فيهم ايه؟ ما حدش فاهم حاجه يا ميمي. لا مفهوم، بس انت اللي مش قاري. الكبار دول ضغبتهم بالجامد، واحنا كنا دراعاتهم اللي كانوا بيضربوا بيها. دول كانوا بيضربوا في بعض، واحنا كده اتخذنا في رجلين. ولما تخبطهم عامل كده في بعض هيعملوا فينا احنا ايه؟ احنا ايه يعني؟ حتة طلقة. انت عايز اضحك عليك ولا ايه؟ عندك حق صح، هي ديتنا طلقة. الواد الناد اللي ما سألش عليا ليه؟ عم سيبه ده كمان، ده حكايته حكاية. احكي لك بس اطلع غير هدومك كله وتعالى يلا قوم. جيجي بسم الله الحفيظ. ودول بيطلعوا امتى دول؟ بيطلعوا ساعة العواء يا بت. بت اما تبتك ايه؟ خارج متروق وجاي تفوق عليا ولا ايه؟ ما تظبط كلامك كده. مش لما تظبطي انت الاول يا عروسه. زعلك قوي اني قلت لهم محبوس؟
وعادي يعني انك تخرب عليا وتطير الراجل من ايدي؟ لا يا حبة عيب، لو ناوي تمشي في السكة دي فانت مش هتسلك معايا، هترمي في ودان البت كلمة، هرمي في ودان الشيمي 10. بقت كده؟ واكتر من كده كمان. الشيمي اللي انت صبيه ده خلاص بقى زي الخاتم في صباعك. يعني لو شهدت الشارع ده كله عليا برضه مش هيصدق الا لو قلوه بس. خافي مني يا جيش؟ بأمارة ايه؟ هروح احكي للمقدس على شغل الذهب اللي بينا، والمقدس هيحكي للشيمي على البت الغلبانه اللي بيستأمنها على قرشه وبتنهبه، وتربق المعبد وعليا وعلى اعدائي. قلت ايه؟ انت اللي ابتديت يا يوسف، لم لسانك ولا لم لساني، وفي الاخر المصلحه واحده. المزاج يا بت، محدش يلوي دراع يوسف. اذا كنت فاكره انك هتطيري من ايديا غاليه فطز، اجيب اللغلة منها. فوقي واعرفي مصلحتك فين. احلى شيشه بتاعت الكبير. ماشي يا نحل. حبيبي ازيك يا نحل؟ اهلا. السلام عليكم. ازيك يا ازيك يا هيثم بيه؟ اتفضل. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله نعمه. بقول لك ايه، محمد خليفه فين؟ محمد خليفه عمل حاجه ولا ايه؟ انا مش عارف. عارف مين يا باشا؟ وانا موقف معايا خط سيرو. الواد سرق عربيه تانك بنزين النهارده الصبح. عربيه تانك بنزين؟ انا يا باشا الكبير اللي بتنزل بنزين في المحطات؟ اه هي. لا يا باشا ما تهليش، الواد ده كبير ويسرق جيركن يشفط تانك عربيه، لكن في منتصف من عالي ما يقدرش عليه. انت هتهدي كلام امه ولا ايه؟ الموضوع ما فيهوش احتمالات، اللي معاه اتمسكوا قايلين عليه. مسكوا؟ طب والله كويس، يعني الازمه خلصت ومفيش طبيب خلاص. بقول لك يا باشا، لما الداخليه قادره في ساعه زمن تمسك العيال الكفرانه دي وتسيب لي مدورينها، تفتكر هتظبط؟ ما بيروحوش لاصحاب المحطات المخبيين ولا اصحاب المستودع اللي بيبيعوه من بره بره. ما تقول لي يا باشا. كترش في الكلام يا رايق ولخص. عشان بتكلم في الصح. بتكلم في الصح وانت مش عايز تسمعني يا باشا. يا سرقه يا ابني عمرك هتحل. انت فكرك يعني ان هم بعد ما سرقوه راحوا يوزعوه على الناس الغلابه؟ اهم دلقوه كله على الارض. يبقى عمل ايه بقى؟ اديك قلتها. عمل ايه بقى؟ يا باشا الواد ده لو كان دماغه اللي سقيته عشان يسرق كان خد البنزين ده عباه في ازايز وراح باعه. انتوا ماشيين في السكه الغلط. روح دور على الناس الكبيره. شفتوا على الليله الكبيره دول شويه عرايس. شوفوا مين بيحركها يا باشا. يوسف الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انت خرجت امتى؟ ليه ما قلتليش عشان اجيلك؟ عادي يعني خرجت بسرعه كده فما لحقتش اكلمك وجيت لك على طول عشان وحشتيني. كنت هموت من الخوف عليك يا يوسف. بعد الشر عليك من الموت. يوسف انا اسفه بجد للي حصل لك ده، انا ما كنتش فاهمه ان الامور ممكن توصل للدرجه دي. الحمد لله جت سليمه. المهم انت عامله ايه؟ وحشاني. انا ما كنتش كويسه خالص. انا كنت هتجني من غيرك بجد، حاسه ان انا مش عارفه اعمل اي حاجه، مش عارفه اتصرف، مش عارفه اتكلم، مش عارفه اشتغل. بس انا دلوقتي خلاص بقيت كويسه لما شفتك. طب وما قلتليش الكلام ده من بدري ليه؟ كنت فضلت قاعد في الحبس. اوعى تقول على نفسك كده. انا بجد ممكن اموت فيها لو انت حصل لك حاجه. يوسف انا حاسه ان انا بلوم نفسي مليون مره ان انا السبب في اللي حصل لك دلوقتي. سبب؟ وانت مالك انت حبيبتي الموضوع ده؟ علشان سعيد لما جالي البيت وهددني وقال لي ان هو هيأذيك، بس انا ما كنتش متخيله ان حاجه زي دي ممكن تحصل، فاكراني بتكلم اي كلام وخلاص. سعيد جالك البيت وهددك وقال لك ان هو هيأذيني وما قلتليش يعني ايه؟ ما كنتش فاكره. ما افتكرتش. فاكره ايه ومش فاكره ايه يا غاليه؟ يعني انا كنت مرمي الرميه السوداء دي بسبب الكلب ده وانا ما اعرفش. انا بجد بجد اسفه يا يوسف، مش عارفه اقول لك ايه، بس هو ده اللي حصل. خلاص خلاص ما تعيطيش. خلاص بقى. بس عشان خاطري اي حاجه تحصل بعد كده لازم تقوليها لي، ما ينفعش تخبي عليا حاجه. ها؟ حاضر. نزل ايدك عشان ينسى حد يبص عليك. طيب خلاص خلاص خلاص. طيب خلاص خلاص. مساء الخير. ايه ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ لقيت المكتب مفتوح وانت دخلت. خير يا سيد؟ برضه الاسلوب ده تاني، مش قلنا خلاص انتهينا؟ بتهيألي انت دخلت ولقيتني بشتغل، فلو سمحت سيبني.
طب انا جايب لك شغلانه. اولا اتفضلي دي فلوسك. تاني حاجه انا بدور على شقه وعاوزك تساعديني، ممكن؟ والله لو وقت هيسمح هبقى اساعدك. لا لازم يسمح. مفيش حاجه اسمها لازم. خلاص من غير لازم، يسمح بس. انا هفهم شغل عليكي، وبعدين انت هتلاقيه وتظبطيه على مزاجك. على الاقل لو مش عايزه تشوفيني تاني يبقى لي شغلك اللي يفكرني بيكي على طول. ايه بقى؟ مش هتقولي لي اشرب اي حاجه؟ تشرب ايه؟ اي حاجه، شاي، بيبسي، سيفن اب. عندك واحد عصير قصب؟ منور عوني باشا مكان. والله استنيتك تتصل ما حصلش، تبعت لي مسج حتى؟ ابدا. فالعشب خدني وقلت اكبس بقى. يا باشا ده كلام، ده المكان مكانك، احنا ضيوف عندك برضه. بروكر ايه؟ الله يبارك فيك يا باشا. مكان جميل في موقع متميز. كنتش هعرف انك ليك في البيزنس. والله يا باشا جت صدفه، احنا ما كناش مخططين لحاجه خالص، جت كده. بص كلمت شركتك؟ كلمتهم يا باشا، وكانوا حالفين 100 يمين ما يدخلوا حد حتى لو ابوهم، بس برضه ما ردوش يرفضوا طلب سعادتك. طيب يا سيدي الرفض جه من عندنا احنا. يعني ايه؟ يعني مش انا اللي هشاركك، لولا هي اللي هتخش مكاني. مدام لولا؟ ده يزيد الشرف يا باشا. وشوف بقى، شوف لما لولا تشاركك زباينها ومعارفها كلهم هيبقوا عندك يا جميل. طبعا يا باشا، والمصلحه تبقى واحده برضه. بس انا ليه رايي. اتفضل يا باشا. الاجانب اللي هندفعوا مع بعضينا، يعني انا رايي ان احنا ناخد قرض بضمان المكان، عشان انت عارف البند بتاع الدعايه والاعلانات والجرايد والفضائيات والكلام ده بيصرف كتير، واحنا عايزين نبدا كبار يا عدل. يا باشا عندك حق يعني، بس موضوع القروض ده حاجه طويله. ده مطعم يعني مش مستاهله. اسمع مني، موضوع القروض ده ما تشيلش همه، سيبه علي انا. وعلى فكره المحلات والمطاعم والحاجات دهيت اضمن مشروع بيتعمل في البلد. تقول لي ثوره، تقول لي حرب، تقول لي اعتصام، الناس ما بتبطلش اكل. صح، الناس ما بتبطلش اكل فعلا. ماشي، على البركة يا باشا. مبروك يا مبروك علينا يا باشا. ازيك يا احمد؟ كان المفروض نتعرف من زمان. وانا والله يا استاذ دياب كان نفسي اعرفك من زمان، بس معلش الظروف ما سمحتش. الظاهر ان مش كل حاجه الواحد بيبقى عايزها بتحصل له. الدنيا ما بتديش عايز زي ما انت فاهم. في يا عم ايه الياس اللي انت عايش فيه ده؟ الدنيا بتدي لو انت عايز، لو انت بتكافح. انما بقى لو فضلت زي ما انت كده الدنيا هتعدي عليك من غير ما تحس بيك، وانت الوحيد اللي هتبقى خسران. طب وتفتكر الدنيا ممكن تحس بواحد حالته زي حالتي كده وهو بيشوفها بعين واحده؟ افهم يا احمد، الدنيا بتتحس بالقلب، بالعقل، مش بالعين وبس. في ناس حالتهم أسوأ منك بكتير، بس قدروا يسيطروا وينجحوا ويعملوا لنفسهم حاجات كتير. عارف ليه؟ عشان كان عندهم إرادة، مش عايشين زي ما أنت عايش كده في الضلمة. ليه؟ هي شيماء اللي حكت لك ولا عم ياسين؟ مش مهم مين اللي حكى لي، المهم إني عرفته وخلاص. بص يا أحمد، أنا حصل لي زي اللي حصل لك بالظبط. جاني خرطوش بس جاني في دماغي، عمل لي غسيل مخ، خلاني اشوف الدنيا اوضح واصح، خلاني حتى اشوف اختي شيماء اللي كبرت وبقت عروسه وبقى عندها مشاعر واحاسيس، اللي نفسها تحب وتتحب وتعيش مع راجل يعرف يصونها وياخد باله منها ويحبها في النور من غير ما تكذب عليا وتخبي او حتى تخاف. اوعى تخاف يا احمد، خش في الدنيا بصدرك. الحب بيعمل لك هدف في الحياه، فاهم؟ ربنا يعلم انا بحب شيماء دي قد ايه، وكان نفسي تبقى اسعد واحده معايا. شيماء دي ملاكه يا استاذ دياب، ملاك. يعني ما ينفعش تتظلم. بص يا احمد، انا مش جايلك دلوقتي عشان اقول لك تعالى اتجوز اختي، لا. انا جايلك عشان عرفت انك انت وجدع وابن حلال وبتجري ورا اكل عيشك، عشان كده انا جيت لك. جيت عشان اتكلم معاك، يمكن كلامي ده يساعدك في حاجه.
فوق يا احمد فوق. منيتك على راسي من فوق والله يا استاذ دياب. بس معلش ما تتعبش نفسك. انا جاي اقول لك اللي في نفسي وخلاص. كل اللي حصل لك ده المفروض يخليك انشف من كده، ارجل من كده، فوق فوق. اللي حصل لك ده لازم يقويك مش يضعفك ولا حتى يكسرك. افهم الكلام يا احمد، دوره في دماغك هتلاقي صح في الاخر. مساء الخير سعادتك. اهلا اتفضل. انا بشكر سعادتك انك رديتي تقابليني، واشكرك طبعا انك خرجتي يوسف صاحبنا. انا المفروض اشكرك. لا علي مدام، احنا خدامين سعادتك. مفيش خدام بذكائك. تشرب ايه؟ يعني لو هتقل ممكن شويه شاي. كنت عايز اسالك عن الجنرال. ماله الجنرال؟ علاقتك بيه. سمسار بيطلب مننا حاجات وبنعملها له مش اكتر. شغال معاه من زمان؟ كنت شغال معاه، دلوقتي ما بشتغلش معاه. ملحقتي وصلتك ازاي؟ يعني سعادتك تقدري تعتبريه كان ماتش اعتزال. دلوقتي بقى بشوف استوديو تحليلي اعلق على الانفلات الامن اللي بيحصل في البلد اليومين دول. تعرف تعذر اهو. سعادتك بتعرف حاجه زينا برضه. على فكرة الراجل اللي كان معايا ده كان جوزي، بس أنا ما كنتش أعرف إنه بيصورني. أيوة. أنت مش مصدقني ولا إيه؟ في حد كدب الحكومة برضه ولا إيه؟ رايق. أنا وافقت إن أنا أساعدكم لما عرفت إن الجنرال اتخلى عنكم. بس لو اكتشفت إن اللي بيحصل ده باتفاقكم سوا عليا، الموضوع ده مش هيعدي على خير. قول سعادتك يا مدام، انت لسه ما تعرفيش مين من رايك كويس. ادي نفسك فرصه الاول تعرفيه، بعد كده احكم عليه. البنت طيبه وبنت حلال وبتحبني، فقلت اكتب عليها. بتقولي يوسف تكتب عليها؟ يا الف نهار ابيض. ايه ايه بتعملي ايه؟ هزغرت يا حبيبي، ده يوم المنى يا يوسف. انا مش عايز حد في المنطقه هنا يشم خبر عن الموضوع ده. يعني ايه مش عايز حد يشم خبر؟ زي ما بقول لك كده، مش عايز بقى قعده النسوان بتاعتك ولخلق كتير ولا الدنيا كلها عرفت في ثانيه. طب فهمني العباره ايه؟ اوه يا ستي، زي ما بقول لك انا مش عايز مخلوق يعرف خبر عن الموضوع ده، ولو لقيت حد عرف هعرف انه عرف منك انت، لان انا مش قايل لحد غيرك. خلاص يا حبيبي اللي تشوفه ربنا يتمم لك بخير. على العموم يعني نادين بنت حلال وكويسه، بس يعني هي هترضى تيجي تعيش معايا هنا؟ شوف اقول لها ايه تقول لي ايه. يا وليه بقول لك مش عايز حد يشم خبر، تقولي لي هتيجي تقعد هنا؟ الله، امال هتعيشوا فين؟ هنقعد عندها في الزمالك. طب وانا يا يوسف؟ هتسيبني اعيش لوحدي؟ اجر ايه يعني؟ كاني مسافر. طب ولو حبيت اطمن عليك اعمل ايه؟ عادي، كلميني على الموبايل لو في اي حاجه، وانا برضه ابقى اكلمك. نتكل على الله. السلام عليكم. انا جبتكم معايا هنا عشان انتوا جدعان وطيبين، مش حمل شغل الصالات واللي بيحصل فيها. انت ما شفتهاش دلوقتي يا ديبو، الصاله بقت بتلم وكل يوم في مشكله. الشغل عندنا هنا غير، المرتبات مش هنختلف فيها، بس يا ريت بقى في الاول كده تقفوا جنبي، وانتوا عارفين ديبو. واحنا قلنا ننسى جدعانتك معانا يا ديبو. ماشي، اشربوا حاجه. ربنا يكرمك يا ديبو عشان احنا متاخرين، ظبط نفسك انت على الافتتاح واحنا تحت امرك. ماشي، سلام عليك. عفوا سلام. على تليفونات بقى. ربنا معاك. سلام. سلام يا ديبو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. يا ديبو انت فين يا عم؟ انت وصاحبك فين؟ من اولها كده تنفيض، مش تيجي تشوف الدنيا فيها ايه؟ يعني هيكون فيها ايه؟ بعدين انت الوحيد اللي بتفهم في الشغلانه دي، هنيجي نعمل ايه؟ اه يعني انت من اول كده بهوات وانا اللي يطلع عين اهلي. طب انت عايز نعمل ايه؟ ما انت عارف ما بفهمش غير في الاهل، ارص حجرين، افتح ازازتين بيره، العيال تتخانق ومعوره. يا عم ما تشتغل. الله ينور يا رجاله. تسلم يا باشا.
اشرب شاي ايش. انا كل بقولك ده جايز، بس المشكله حقيقيه ان انا مش عارف اطلع من جو الحاره. هتقول عليا فقري قول فقري، هو انا كده. وانا كده برضه يا مين. قبل ما اسافر سبت الشغلانه، ما كنتش عايز ارجع لها تاني، بس لما جيت هنا والدنيا وقفت على حيلها اتبسطت. اه واقف بخت، بس الفرق بقى اني بخدم في ملكي. احساس حلو قوي يا اخي، تبقى واقف في ملكك. صح. يلا مبروك علينا. مبروك يا صاحبي. تيجي تفرجني كده. تعالى خش. نادين، انا مش مطمنه للجوازه دي. تاني يا ماما؟ اه تاني يا نادين. ده ولا هيجيب لك شبكه، ولا عايز يعمل لك فرح، ولا حتى جايب شقه تعيشوا فيها. يا ماما انا قلت لك 100 الف مره انا ما يهمنيش الحاجات دي، كل اللي يهمني الراجل اللي هتجوزه، مش هيجيب لي ايه. يا حبيبتي ومنظرنا قدام الناس. منظرنا ايه بس يا ماما؟ وانا مالي ومال الناس؟ ما عندك ناديه بنت طنط فايزه عملت فرح وجالها شقه وشبكه، عملت ايه يعني؟ ما هي قاعده زي قلتها اهو. وبعدين يا ستي لو على كلام الناس، اللي يسالك قولي له انه هيكتب لي الريستوران اللي انت شفتيه بنفسك باسمي وهيسميه نودي ريستورانت، خلاص الباقي كله شكليات. يا جدعان ما هو بالعقل كده، واحد بيطلع في التلفزيون ليل نهار يبقى لازم نعزمه. يا عم ده عيل فتاه، احنا مش قاصين قرف. يا عم مالناش فيه، المهم ان هو لما هيجي هيجيب رجل في المكان. بقول لك ايه، انا تعبت وجبت اخري، تهدي حيلي. قالت يا نجم خلاص، انت بتضحك عليه انت كمان. في فاكر صاحبك لما كنا في بورسعيد ودخل نام في الجامع اللي جنب الجمرك؟ وقتها كانوا مصحى اديبه، هنتقفش اديبه، وده مش فايده. بانت جزم بحالها ما بعناش منها ولا جزء. صاحبك هو السبب. قال لي عارف في حته ايه؟ اوعى تلبس الجزم. ايه ده جزم الميتين ده انت هتلبسها فيا انا؟ انت كنت هتعرف تبيعهم؟ اه كانت هتتباع. يا عم الحاج اتبانت جزم كلها فرد شمال، هيبيعها ازاي؟ يا ابني ما البلد اللي بعديها جايه كلها يمين. طب عربيه الكبده كنت كانت شورت انا برضو يعني؟ لا بقى دي شورت صاحبك، قاعد يعشمني يقول لي في خلال سنه يبقى عندنا محل كبده وحوش. عربيه الكبده نزلت جت في البلديه اتشالها في نفس اليوم. قال لك لحم كلاب. طب عرفوا من ولاد الكلب دول كلاب. اه يا جدعان ده احنا اتمرمطنا على الاخر. عندك حق يا ميمي، مين يصدق انه عندنا مكان زي ده والدنيا تفك معانا؟ في ايه يا جدعان؟ ما احنا قاعدين بنضحك ومفرفشين وزي الفل، ايه لازمته بقى النكد ده؟ وانت ايه اللي مزعلك يعني؟ اللي مزعلني ان ما يحسد المال لاصحابه، واحد يقول لي اتمرمطنا كتير، والتاني يقول لي عمرنا ما كنا هنوصل لحاجه زي كده. لا هنوصل يا ديب، بالعافيه بالذوق كنا هنوصل. قلت لي مطمنك يا يوسف، مين قال لك ان اللي فات مش هيرجع تاني؟ مش هيرجع، مش هيرجع يا رايق، الدنيا ما بترجعش بظهرها. يا بقالنا كتير ما فطرناش مع بعض. فعلا يا بابي عندك حق، بقالنا كتير قوي ما عدناش القعده دي. بالهنا والشفا حبيبي. انت ما بتاكليش ليه؟ ما انا اكلت مع رامي قبل ما اروح المدرسه، انت عارف ما يبرداش ياكل من غيري. واخباره يلعب في الدعوه؟ وحشني قوي. ما انت بقالك كتير قوي ما بتشوفوش يا بابي. ايوه. بابي انا كنت عايز اقول لك على حاجه. خير يا حبيبتي. انا ويوسف هنتجوز. انت ومين؟ يوسف. يوسف اللي بيشتغل عندنا؟ انت هتكرري نفس الغلطه تاني؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا بابي؟ غلطه ايه؟ يوسف حاجه وسعيد حاجه تانيه خالص، والفرق بينهم كبير جدا. وبعدين يعني عمره ما هيكون اقل من جيجي. ده انت واخده قرار بقى. تقريبا كده. مش عايزه تراجع نفسك؟ لا يا بابي، انا اتقربت كويس قوي من يوسف الفتره اللي فاتت، وحبيته وحاسه ان انا مبسوطه معاه، وهو بالنسبه لي كده اوبن بوك. انا كل خوفي ان احنا نكرر غلطه زي التاني. غلطه بابي؟ احنا هنتكلم عن الغلط. انا خايفه انه حضرتك اللي بتعيد غلطه داليا. الدنيا مقلوبه على الواد خليفه من امبارح. الواد ده اتهبل ولا ايه؟ يسرق في مطاس بنزين بحاله. والله ما انا عارف يا رايق، شغله وشغلته على الميكروباص، كل يوم يجيني من غير ايراد. فين يا ابني الفلوس؟ يقول لي ده انا بقعد كل يوم في البنزينه بالست ساعات عشان امول. رحت واخد منه مفتاح العربيه. عشان كده اتنيل راح سرق. غصب عني يا رايق، العربيه عليها قصاد البنك والبنك ما بيرحمش. ولا اروح البنك اخر الشهر اقول اصبر عليا لحد ما الاقي بنزين.
بس برضه ابو دنيا بالراحه شويه، ما انت شايف البلد. كنت ماشيه ورديه واحده بدل اثنين، ما حصلش حاجه يعني. والله كنت ناوي اروح له ثاني يوم واخليه يرجع، بس هو زي ما تقول ما صدق ان انا قلت له سيب العربيه راح ماشي. بعد كده عرفت باللي حصل. يلا نصيب، ما تعرفش هو راح فين؟ لا والله، ده زي ما اكون الارض انشقت وملعت ورايا. طب لو شفته داريه الدنيا مقلوبه على العيال بتوع البنزين دول، الواد بيجري على امه واحنا مش ناقصين. ماشي اللي تشوفه ورايا. ميم اديبه طبعا الفل. طبعا الفل. عامل ايه؟ صح ازيك اديبه؟ عامل ايه؟ لسه رايح. لا مستعجلين معلش. يا ميم جاي ولا ايه؟ ما نقدر ما اجيش. ابو دنيا مشوار على السريع وراجعين. ماشي يا ريس. سلام عليكم. اتاخر يا كبير؟ لا. ايه مالك في ايه؟ منور ابو دنيا. الف مبروك يا مدام. ميرسي يا عم. الله يبارك فيك. ميرسي. باي باي. مع السلامه. معقوله مدام تيسير؟ الو. ايوه مدام تيسير. انت كنت عايزه تعرفي كل حاجه عن شكري البيومي مش كده؟ اه طبعا. خلاص نتقابل بكره وتعرفي كل حاجه. ما تحرمش منك. متشكره قوي. ربنا يعمر بيتك وما يوقعكيش في ضيقه ابدا. مع الف سلامه. مع السلامه. يا ما انت كريم يا رب. ده سيك. انت فين من الصبح يا صاحبي؟ كنت مع باشمهندسة الديكور. وايه بقى لسحلاك كده ولا بمزاجك؟ لا بمزاجي طبعا. مزاجك طبعا. شكلها كده عامله لك كرنيش في دماغك. احكي. احكي لك اقول لك ايه يا اخويا؟ انا ما اعرفش اقول الكلام ده. بس كل اللي حاسه اني عايز افضل معاها طول الوقت وهي بتتكلم بتضحك بتتنرفز. المهم عايز اشوفها وخلاص. يخرب بيتك ده انت شكلك كده وعلى شوشتك كل ده مش عارف تقول حاجه. ده انت قلت كل حاجه في كلمتين. فعلا؟ هو انا مهروش بالدرجه دي ولا ايه؟ اه طبعا مهروش. بس يا رب بقى المره دي يبقى بجد مش تسليه. صح يا سيكا؟ والنعمه صح. بس هي مش عاوزه تليق. وانا بصراحه دخلت عليها داخله شمال. اعمل ايه يا اخويا؟ تعمل ايه؟ صف نيتك للي خلقك. هذا سيكا ربك رب قلوب. على قد نيتك هيديك. اهم حاجه تصف نيتك للي فوق. تصف نيتك لمين؟ للي فوق يا ميمي. ماشي. يلا بقى يا يوسف. ايه كل النوم ده؟ اصحى بقى. صباح الخير يا حبيبي. يلا قوم بقى يا حبيبي وحشتني وعايزه اقعد معاك. صباح الفل يا حبيبتي. حبيبتي ما انا قاعد معاكي. وانا رحت فين يعني؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ لما تفطر الاول. يلا بقى عشان نلحق نسافر. سافر؟ سافر نروح فين؟ مش انت قلت لي هنروح اسبوع عسل في شرم؟ اه يا حبيبتي هنروح عسل في شرم وكل حاجه، بس مش دلوقتي خالص. المطعم بيتشطب ومش هينفع اسيب. طب وايه يعني؟ مش انت معاك شركة؟ ايوه الشركة معايا وكل حاجه، بس انا كده تقلت عليهم قوي. وبعدين هم شركة بحاجات بسيطه، انا اللي شايل الليله كلها. ماشي خلاص. زعلت ولا ايه؟ لا مش زعلان. لا شكلك زعلان. مش زعلان. طب مش هتعملي لجوزك حبيبك حاجه كده بمناسبه الصباحيه يعني؟ حاجه ايه يعني؟ فطار مثلا. فطار؟ حاضر هقوم. مش وقتك خالص انتي. مش وقتك خالص. مبروك يا ديما. انا مبسوطه قوي. المكان فعلا شكله تحفه وانا متفائله جدا. عشان الكلمتين الحلوين دول انا هعمل لك ديسكاونت كل مره تيجي فيها هنا. ديسكاونت بس كده؟ انا مش مفروض ادفع حاجه على فكره. وبعدين يا عم كفايه الدعايه اللي انا عاملها لك اصلا. ده يوم الافتتاح هجيب لك بقى كام مصور على كام شخصيه وشوف بقى المطعم ده هيشتغل ازاي بعد كده. انا مبسوطه قوي يا امينه. قوي. بس في حاجة ناقصة. نفسي اللي في بالي يحصل. اللي هو؟ ايه هو ده؟ الصحبة دي. انت عارف اللي في بالي. عايز يعني بغيظك شوية. اصل اتأخرت قوي بصراحة. اتأخرت؟ يعني انت كنت مستنيها زي من زمان و هو ايه اللي هم؟ هم سايبيني افرق في نفسي ليه واكل في نفسي ليه؟ ليه؟
المفروض اعمل ايه يعني؟ انا اللي اجي لك اقول لك اني بحبك؟ استني بس انت قلت ايه دلوقتي؟ بحبك. قال لك في ايه؟ حاسس اني حران. ايه المشكله؟ المشكله؟ قوليها تاني، قوليها تاني. لا يا لا. حلوه كده. أنا مش قلقان، ربنا هيكرم. يا دكتورة ما تطمنينا كده، أخبار مش لطيفة قوي. مش لطيفة ليه بس؟ يعني قولي لنا في إيه؟ سماح، أنت عندك مشكلة في الرحم. لا بس أكيد يا دكتورة دلوقتي كل حاجة وليها حل. التحاليل بتقول إن في مشكلة في عنق الرحم، ودي مشكلة مش عادية. يعني مش عادية يعني ملهاش حل؟ غالبا دي بتشبه حالة من حالات العقم. مالك يا اخوي؟ انت هتصدق التحاليل؟ تحاليل ايه؟ روح كده فوق. تحاليل؟ ده انا ممكن اعمل تحليل واثنين وثلاثة لحد ما خلف. طب هقولك على حاجة تانية، انا كان عندي واحدة صاحبتي يا اخويا كان عندها نفس المشكلة وجابت ثلاثة. ايه رايك؟ انا خلف يا اخويا؟ مش انا قلتلك ان انا هجيب لك واد يقعد يقرفك؟ واد شبهك؟ اخلف والله مالك؟ لا اضحك اضحك اضحك، مالك مالك؟ رايق رايق، اضحك يا اخويا. مفيش حاجة، أنا هخلف. أنت مش مصدقني؟ أنا هخلف. أنت مش مصدقني؟ مش مصدقني يا ميمي؟ أنا هخلف يا ميمي، هخلف. خلاص يا سماح، هجيب ماما. هي كدابة، هي كدابة. ولا تلاقي لي بقى.
بعيد.